السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم 11/11/2021 في مصر، وارتفاع في الدينار الكويتي. ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي قرشا واحدا إلى 49.39 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 52.18 جنيه للبيع، وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4 جنيه للشراء، 4.32 للبيع، واستقر سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.18 شراء، 4.20 للبيع، وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه، 4.29 جنيه، واستقر سعر الدينار البحريني للشراء 40.41 شراء، للبيع 41.75 للبيع، واستقر سعر الدينار الأردني عند 21.75 للشراء، 22.23 للبيع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.